عشان أعرفك إيش ممكن يصير لو فكيت غطاء الراديتر والسيارة حارة، فكيت مراوح التبريد المظلومة وشغلت المحرك ورفعت الدورات لحوالي 3-4 آلاف دورة في الدقيقة ولحوالي 5 دقائق، ولحد ما وصلت الحرارة لأعلى شيء ممكن. طفيت المحرك ولبست عازل وحماية واستعديت، وفوق أني لابس قفازات أو جوانتيات، قلت خليني أستخدم قطعة قماش إضافية عشان الحماية. فكيت أول طقة لغطاء الراديتر والثانية، ارتفاع ضغط الماء وصل لأكثر من 3 متر والحرارة كانت فلكية، ورغم أني لابس جوانتيات خاصة وحامي نفسي بقطعة قماش سميكة إضافية، إلا أنه يدي وصلتها الحرارة وانحرقت، بس الحمد لله حروق بسيطة ولله الحمد. من هذا الباب أقول انتبه وانت تفتح غطاء الراديتر والمحرك حار،